ترى ايه مدى مفهومك عن احجام النجوم في الكون؟ اكبر نجم مكتشف في الكون المرئي لغايه دلوقتي هو نجم ستيفنسون 2-18، ولو قارنا حجم النجم ده بالشمس فالشمس بالنسبه له ذره غبار، لدرجه انك لو فكرت تعمل دوره حوالين النجم ده بصاروخ بيتحرك بسرعه 1000 كيلومتر في الساعه فهتستغرق اكتر من 13 سنه بدون توقف. انت متخيل قد ايه كبير حجم النجم ده؟ فتفتكر هل عصر الكون نجوم اكبر من ستيفنسون 2-18؟ على مدار مليارات السنين ومن نشأة الكون من لحظة الانفجار العظيم وفي السنين المبكرة من نشأته اتشكلت أول النجوم المعروفة بنجوم الجيل الأول. النجوم دي كانت ضخمة بشكل لا يمكن استيعابه، لدرجة ان كان في نجوم حجمها بيتجاوز نجم ستيفنسون 2-18. انت متخيل؟ ولتوضيح الأحجام أكتر، لو وضعنا ستيفنسون 2-18 مكان الشمس لكان غلاف الجوي تجاوز مدار كوكب زحل واقترب جدا من مدار أورانوس اللي بيبعد عننا بمليارات الكيلومترات. فتخيل معايا كده، نجم من الجيل الاول، يا ترى غلاف الجوي ممكن يوصل لحد فين لو وضعناه مكان الشمس؟ الغريب ان نجوم الجيل الاول كان بيحتوي بعضها بداخله على اجسام طفيليه، والاجسام دي هي اشرس وحوش الكون، الثقوب السوداء. فتخيل معايا كده نجم عملاق هائل ويكون بداخله ثقب اسود. احنا كل اللي نعرفه انه كل الثقوب السوداء بتبتلع اي جسم مهما بلغ حجمه ومجرد ما بيقرب من افق الحدث للثقوب دي، فازاي برضو نجوم بداخلها ثقوب سوداء؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. اهلا وسهلا بكم، انا محمود ودي احدى حلقات برنامجنا مليون سنة ضوئية، والنهاردة هنتكلم عن نجوم الثقب الاسود. بس قبل ما نبدأ حابب انكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتدعمونا بالاعجاب بالفيديو، ويلا بينا نبدأ. نجوم الثقب الأسود بيعتقد أنها أكبر النجوم اللي اتوجدت على الإطلاق، وأكبر من أي نجم في الكون الحالي أو أي نجم من الممكن أن يكون موجود أو يتوجد حتى في المستقبل. وبجانب حجمها، فاللي بيخليها مميزة وغريبة هو أن في أعماق قلبها ثقب أسود شرس. فإزاي ده ممكن يحصل؟ وحرفياً النجوم دي إن اتوجدت بيعتقد أنها من الممكن تحل أحد أكبر ألغاز علم الكونيات، وطرح زي ده أكيد بيكسر كل القواعد اللي احنا نعرفها عن كيفية تشكل النجوم واستمرارها. وفي الحقيقة إمكانية وجود النوع ده من النجوم إن بس في الفترات الزمنية الأولى من بداية الكون، ونجوم الثقب الأسود كانت مفرطة حرفياً بأي صورة ليها من حيث الحجم والكتلة والكثافة، بمعنى إن كل حاجة فيها مبالغ جداً فيه. من الممكن توصل كتلة النجوم الأكثر ضخامة في وقتنا الحالي حوالي 300 كتلة شمسية، فبالمقارنة بنجوم الثقب الأسود فمن الممكن تتجاوز كتلتها لأكثر من 10 مليون كتلة شمسية من مادة الهيدروجين النقي تقريبا، وحجمها حرفيا بيتجاوز كل المعاني لدرجة انها اوسع من شمسنا باكتر من 800,000 مرة، واكبر ب 380 مرة من اكبر نجم معروف في الكون الحالي ستيفنسون 2-18. وفوق كل ده في اعماق قلبها ثقب اسود بيكبر بسرعة هائلة وبيسحب مليارات المليارات من الاطنان من المادة كل ثانية. في البداية خلونا نشرح ازاي بتتكون النجوم دي. في العادة بتتولد النجوم من الصدم والسحب الكونية الضخمة، واللي بتكون معظمها من غاز الهيدروجين. اللي بيحصل في السحب بتبدأ المادة تتراكم حوالين الأماكن الأكثر كثافة بداخلها، ومع تجمع أكتر للمادة وزيادة كثافتها المواد المتجمعة ببعضها بتبدأ جاذبيتها تشد كل المواد اللي حواليها والمحيطة بها أكتر، وده اللي بيخليها تكبر مع الوقت وبشكل أسرع. وفي نهاية المطاف بتتولد حرارة جديدة وضغط هائل لدرجة تسمح له بدمج العناصر ببعضها وبداية إشعال فتيل تفاعلات الاندماج النووية، وهنا بيتولد نجم جديد. وده المعروف عن كيفية تشكل النجوم اللي في الوقت الحالي. وبمجرد ما بيحصل اندماج نووي داخل النجوم وتتشكل النجوم بشكل كامل، اشتعال فتيل الاندماج النووي داخل النجوم بيحط حد هنا لحجمها. الاندماج النووي اللي بيحصل يطلق الكفاية من الطاقة الإشعاعية اللي في النهاية بتدفع سحب الغاز المحيطة بها، وقتها مش بيقدر النجم الجديد انه يجذب ناحيته كتل أزيد من المادة أو الغازات المحيطة به، كتل أزيد تزود من حجمه وكتلته. في المقابل الإشعاعات اللي بينتجها النجم ده بتبدأ تدفع السحب المحيطة بها لبعيد، والنجم هنا بيبدأ يعيش دورة حياته العادية على استقرار القوتين اللي بيشتغل بيهم. فالجاذبية بتسحب المادة للمركز وبتحاول تسحق النجم وتخليه ينهار على نفسه. في المقابل قوة الإشعاع الناتجة من الاندماجات الذرية بتدفعه للخارج، وده اللي بيخلي النجم يحافظ على استقراره. ومع مرور ملايين ومليارات السنين بتبدأ تخلص عناصر الهيدروجين والهيليوم، والعناصر اللي بدمجها بتنتج إشعاعات وطاقة اللي بالتالي دورها بيحافظ على بقاء النجوم أو نفاذ وقود النجوم بشكل آخر. وقتها اللي بيحصل هنا هو إن توازن استقرار النجوم بيبدأ يتكسر، وفي النهاية بينفذ الوقود النووي وينهار النجم بالكامل وينفجر في مستعر أعظم هائل. لكن نجوم الثقوب السوداء كانت مختلفة جدا جدا عن اللي نعرفه. بعد ما يقارب مئات ملايين السنين من الانفجار العظيم، وقت ما كان الكون في عمره المبكر، كانت كل المادة اللي موجودة في الوجود متركزة بدرجة عالية جدا،
وكانت معظم المادة في الكون أكثر كثافة وأكثر سخونة من الوقت الحالي، وكانت المادة المظلمة لها دور مهيمن عن الوقت الحالي لدرجة أنها كانت بتشكل هياكل عملاقة معروفة باسم هالات المادة المظلمة. وكانت هالات المادة المظلمة ضخمة جدا لدرجة أنها سحبت وركزت كميات هائلة من غاز الهيدروجين بشكل لا يمكن تخيله، وده عشان تصبح ممهدة للنجوم، فتشكلت سحب ضخمة وهائلة من غاز الهيدروجين لدرجة أن كان بيوصل كتلة بعضها ل 100 مليون شمس، أي أكتر من كتلة المجرات الصغيرة الموجودة في وقتنا الحالي. وقتها سحبت الجاذبية الهائلة لهالات المادة المظلمة الغاز لمركزها، وخلقت بداخلها نجوم ضخمة جدا جدا للغاية. وزي ما قلنا قبل كده، لما بيتولد نجم بيطلق كميات من الإشاعات بتدفع وبتبعد سحب الغاز المحيطة به، أو السحب اللي شكلت النجوم دي، لمسافة بعيدة جدا عنها. أما في الوقت المبكر من نشأة الكون، سحب الغاز كانت كبيرة جدا جدا، وبتتركز بكميات كبيرة من المادة، وضخمة لدرجة إنه حتى بعد ولادة النجوم الهائلة بتتراكم كميات كتيرة من الغازات حوالين النجوم دي، لدرجة إن كمية الغازات كانت بتقاوم الإشاعات اللي بتدفعها لبعيد، فكان النجم بيكتسب كميات أكبر من الكتلة والمادة، وده اللي كان بيخلي النجوم دي تكتسب أبعاد أكبر، وكان النجم الجديد بيضطر لإنه يكبر ويزيد في حجمه، لدرجة في بعض الحالات كان بيوصل حجمه لعشرة مليون ضعف كتلة الشمس. وبالتفاعلات اللي كانت بتحصل في قلب النجوم دي، قلب النجم كان بيسخن وبترتفع مع الوقت درجات حرارته لدرجات مرعبة جدا جدا، ودرجات تخليه قريب من انفجار داخلي. فالنجوم دي كانت بتمتلك كميات هائلة من الكتلة والضغط العالي، وكان من المستحيل على قلب النجم انه يحافظ على توازنه، وفي صورة مستعر اعظم بيتم سحق نواه النجم الداخليه لثقب اسود طفيلي. من عادة النجوم المعروفة لما بتنفجر في مستعر اعظم بتشكل في مركزها ثقب اسود، لكن مع النجوم الهائلة اللي نشأت في الفترات الاولى من نشأة الكون او نجوم الجيل الاول، ما كانش بيحصل السيناريو المعروف الحالي، وهو ان النجوم ما كانتش بتنفجر بالشكل المعروف او بشكل كامل. فالنجوم دي بعد انفجار اللب الداخلي كان بيقدر يكمل دورة حياته ولا اكن في اي حاجة حصلت، رغم انفجار هائل حصل في قلبه. وكان كل اللي بيحصل هو ان النجم كان بيهتز من الداخل، وده نتيجة ان النجوم دي كانت كبيرة وهائلة جدا وضخمة لدرجة ان مستعر اعظم هائل ما كانش بيقدر يدمرها من الخارج. ربما كانت بتموت النجوم دي داخليا فقط، وده بسبب ان نواتها بتنفجر وبتخلق مكانها ثقب اسود. حجم الثقوب السوداء اللي بتتشكل داخل النجوم دي غالبا بيكون صغير نسبيا لدرجة ان حجمه مش بيتعدى عشرات الكيلومترات، وكتلته بتوصل لكتلة النظام الشمسي. في الطبيعي بتتولد النجوم غالبا من غاز بيدور وبينهار بشكل اسرع، وبيظل محافظ على دوران، وايضا لما بيتولد ثقب اسود في قلب نجم بيظل محافظ على زخمه والزاوي، وده يعني ان المادة اللي بيتم جذبها عادة مش بتقع في خط مستقيم داخل الثقوب السوداء، لكن بتبدأ في انها تدور حوالين الثقب الاسود، مشكلة في النهاية قرص من المادة معروف بالإكرشن ديسك او القرص التراكمي، وبتدور بسرعة بتخلي سرعة دوران المادة حوالين الثقب الاسود قريبة جدا من سرعة الضوء، وبالسبب ده مش بتدخل غير كمية قليلة من الغاز داخل الثقب الاسود، وبتتركز حواليه كمية كبيرة من المادة في المنطقة حوالين افق الحدث للثقب الاسود. والمادة اللي موجودة في الإكرشن ديسك بسبب سرعتها وحركتها واحتكاكها واصطدماتها ببعضها بتؤدي الاحداث دي لتسخينها ورفع درجات حرارتها لدرجات بتوصل لملايين الدرجات المئوية، او درجات حرارة اسخن من التفاعلات اللي بتنتجها قلب النجوم. الثقوب السوداء اللي غالبا بتحتوي على قرص تراكمي او الثقوب السوداء النشطة درجة حرارتها هائلة وقوية بشكل يصعب تصديقه، والحرارة المنبعثة من القرص التراكمي بتخلي مقدار المادة اللي من المفترض يسحبها الثقب الاسود لمركزه محددة جدا، تماما زي قلب النجوم. فقلب النجوم بتنتج المادة فائقة السخونة اشعاع، ومهمة الاشعاع ده ان يدفع كل حاجة حواليها بدل ما ينجذب ناحية قلب النجم، فالجاذبية بتشد والطاقة بتدفع. وحتى لو قدر الثقب الاسود من انه يوصل لقدر كبير او القدر اللي جاذبيته بتطلبه من سحب المادة، فمش هيقدر يكبر الا ببطء، وده معناه هنا ان الثقوب السوداء حجمها مش بيكبر بمجرد ما بتسحب المادة لحظيا، لا، هنا الامر بيستغرق وقت كبير جدا. بيختلف الثقب الاسود اللي موجود داخل نجم الثقب الاسود عن الثقوب السوداء العادية، الضغط الهائل المحيط بالثقوب السوداء اللي موجودة في قلب النجوم بيدفع المادة لداخل الثقب الاسود لدرجة تخليه يغلب كل القيود المفروضة على مدى السرعة اللي من الممكن انه يستهلكها بيها، والعملية دي عنيفة جدا، بمعنى ان الضغط الهائل اللي في النجوم دي بيجبر الثقوب السوداء انها تمتص قدر كبير جدا من المادة، وانا بتطلق قدر كبير جدا من الطاقة بحيث يكون القرص التراكمي اكثر سخونة، وفي نفس الوقت بيطلق ضغط اشعاعي اكبر من اي نواة نجمية على الاطلاق، وهو كفاية لانه يقاوم وزن 10 مليون شمس، وهنا بيخلق توازن شبه مستحيل، ملايين الكتل الشمسية بتندفع للداخل، في المقابل بيندفع الاشعاع الصادر عن الثقب الاسود بقوة هائلة للخارج، وعلى مدى ملايين السنين بيتم استهلاك نجم الثقب الاسود من الداخل،
ومع الوقت بيكبر معاه الثقب الأسود لآلاف الكتل الشمسية، وكل ما كبر الثقب الأسود كل ما زادت كمية المادة اللي بيستهلكها بشكل أسرع، وبيزيد معاه سخونة النجم أكتر، ويبدأ يتوسع النجم في مرحلته النهائية، ويصبح نجم الثقب الأسود أكبر ب30 مرة من نظامنا الشمسي، أكبر نجم موجود في الكون على الإطلاق. بعد كده بتقذف المجالات المغناطيسية المكثفة في قلبه نفثات من البلازما من أقطاب الثقب الأسود، قادرة على إنها تخترق النجم وتنطلق في النهاية في الفضاء الخارجي وتحوله لمنارة كونية. ودي حرفيا كانت واحدة من أروع المشاهد الموجودة في الكون على الإطلاق. وفي النهاية بيكون ممتد جدا، وبيكون القرص التراكمي اللي في الداخل قوي جدا جدا، وبيدمر الطفيلي نجم المضيف، وبيظهر أخيرا للنور ثقب أسود كتلته بتعادل 100,000 كتلة شمسية، وبيشق طريقه للبحث عن أجسام تانية يتغلب عليها، تاركا خلفه بقايا غازية من النجوم. ودي كانت نجوم الثقوب السوداء، نجوم بداخلها ثقب أسود طفيلي. ولو كانت نجوم الثقوب السوداء موجودة حاليا فده معناها انها تقدر تفسر واحدة من اعظم الغاز الكون. الثقوب السوداء الهائلة اللي بنشوفها في مراكز المجرات كبيرة جدا جدا لدرجة تخليها ما تكونش موجودة في الاساس. الثقوب السوداء اللي بتتولد من السوبر نوفا او المستعرات العادية كتلتها بتوصل عشرات الكتل الشمسية على الاقل. واحنا شرحنا وقلنا ان نمو الثقوب السوداء بيحصل بالبطيء، ولو اندمجت الثقوب السوداء ببعضها فمن الممكن انها تشكل ثقوب سوداء اكبر، لكن مش بالحجم الهائل اللي بيكون في مركز المجرات، او بحجم الثقوب السوداء الهائلة، او الثقوب السوداء فائقة الكتلة. ولما بتندمج الثقوب السوداء بتزيد كتلتها حوالي 100 كتلة شمسية، ومن المفترض انه يستغرق الامر مليارات ومليارات السنين عشان تتكون ثقوب سوداء فائقة الكتلة بتوصل كتلتها مئات الاف او حتى ملايين الكتل الشمسية. ومع ذلك احنا عارفين ان بعض الثقوب السوداء فائقة الكتلة كتلتها بالفعل بتوصل ل 800 مليون كتلة شمسية، وأمرها بتوصل لما بعد 690 مليون سنة من الانفجار العظيم. نجوم الثقوب السوداء بمثابة نوع من رموز الغش الخاصة بالثقب الأسود، لأنها لو اتشكلت في وقت مبكر جدا من نشأة الكون وكانت الثقوب السوداء اللي اتخلقت منها بتوصل كتلتها آلاف الكتل الشمسية، فمن الممكن أنها تكون نواة الثقوب السوداء فائقة الكتلة اللي بتكون في مراكز المجرات، وبتندمج مع غيرها وبتجذب كميات كافية من المادة عشان تكبر بسرعة بشكل موثوق. المدهش هنا انه في وقت قريب جدا محتمل انه من الممكن اننا نقدر نثبت وجودها في الماضي البعيد، وده عن طريق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وده عن طريق اجهزة الاستشعار الخاصة بيه اللي بتكتشف ابعد مسافة في الكون واللي من خلالها بنبص للماضي البعيد في الاوقات المناسبة من مليارات السنين. تلسكوب قادر يرصد الكون من بداية مطلعه، من بداية نشأة النجوم العملاقة، وده يسمح لنا بدراسة اكبر للكون من بداية نشأته. والحسن حظنا ان ده الوحيد اللي بيسمح لنا فإننا ممكن نتمكن من رؤية لمحات من العمالقة الشرسة في اللحظة بين تكوينهم وتدميرهم. وفي النهاية حابب أسيبكم لما بدأنا في أول الحلقة حجم نجوم الثقوب السوداء. وفي النهاية تعالوا نستمتع برحلة الأحجام النجمية دي عشان ندرك الحجم الحقيقي اللي من الممكن تاخدها نجوم الثقب الأسود. الثقب الأسود طن 618 من أكبر الثقوب السوداء المعروفة في الكون، وده حجمه مقارنة بنجم الثقب الأسود. وأنا كده خلصت، كان معكم محمود، ويلا سلام.